السلام عليكم طلاب الصف السابع، أهلا وسهلا فيكم في فيديو اليوم. اليوم إن شاء الله نبلش بالوحدة الثالثة والأخيرة في الفصل الأول. خلينا أول شيء نفتح كتب البيوبلز بوك، كتب الطالب، أو الستودنتس بوك، كتاب الستودنت بوك، كتاب الطالب، إلى البيج 29، الصفحة 29. في الصفحة 29 طبعا الصفحة القبلية هي أهداف الوحدة، فبالتالي ما في داعي نأخذها. بالنسبة للصفحة 29 اللي بيهمني هون هو معاني هاي الكلمات. أنا راح أقرأ الكلمات إن شاء الله بلفظ صحيح وراح أعطيكم معانيها. المطلوب منكم إذا في كلمة من هذول غريبة عليكم أنكم كل كلمة بكلمتها توقف الفيديو وعلى دفتر الإنجليش تنقلوا الكلمة مع معناها عشان يسهل عليكم حفظها بالإضافة لمراجعتها خلال هاي الوحدة. وزي ما حكينا قبل، الكلمات من أهم الأشياء اللي ممكن تحفظها عشان تبني لغة إنجليزية. عيد وراي بلفظ صحيح: street، street، شارع، bridge، bridge، جسر، underground، underground، تحت الأرض، station، station، محطة، food، food، طعام، market، market، سوق، shop، shop، متجر، restaurant، restaurant، مطعم، trader، trader، يعني تاجر. أذكركم مرة ثانية إذا في أي واحد من هذول الكلمات غريبة عليكم لا تنسوا تنقلوها على دفتر الإنجليش وتحفظوها. نأتي الآن إلى الصفحة اللي بعديها. الآن البيج 30، الصفحة 30. الصفحة 30 تبدأ بكلمة welcome to سوق جارة. welcome يعني أهلا وسهلا إلى سوق جارة، هذا سوق اسمه جارة، تمام. كمان مرة أخرى في عندي هون مجموعة أخرى من الكلمات، ولاحظوا أنه الآن لحد هسه لسه ما تكلمنا على المجموعة هاي اللي على اليسار. خليني مرة أخرى أكمل هاي الكلمات أقرأها وأعطيكم معانيها، ومرة أخرى كل ما يأتي عليكم معنى جديد يا ريت ما تنسوا توقف الفيديو مع كل كلمة وتنقلوها على دفتر الإنجليش، أوكي؟ يا ريت إنكم تأخذوا هاي النصائح محمل الجد. نأتي الآن ونقرأ: annual، annual، سنوي، outdoor، outdoor يعني في الخارج، handicraft، handicraft، حرف يدوية، antique، antique يعني عتيق، homemade، homemade، صنع بيتي، traditional، traditional، تقليدي، inexpensive، inexpensive يعني رخيص، theater، theater، مسرح، traffic، traffic، حركة السير وإلها معنى آخر اللي هو أزمة السير، bread، bread، الخبز، وآخر كلمة هون عندي honey، honey، honey معناتها عسل. إن شاء الله تكونوا أنكم كل كلمة أخذتوها ونقلتوها وكتبتوها على دفتر الإنجليش. نأتي الآن إلى القراءة. هنا في عندي بايل، وخلنا نحكي المنشور الصغير، في عندي معلومات بسيطة عن سوق جارة. المطلوب منا إن نقرأ هاي الورقة الصغيرة أو الوريقة الصغيرة اللي هي الليفلت، بعدين نقدر نجاوب المفروض على هاي الأسئلة. هسه إن شاء الله راح أقرأ هاي الليفلت، لكن في بعض المعاني اللي فيها راح تكون غريبة عليكم، هيتها موجودة هون. خلينا أقرأ هاي الكلمات وعيدوا وراي بلفظ صحيح عشان تقرأوها قراءة صحيحة. early، early، مبكر، street، street، شارع، avoid، avoid، يتجنب أو تجنب، market، market، سوق، oldest، oldest يعني الأقدم، annual، annual، سنوي، capital، capital، عاصمة، traffic، traffic، حركة سير، roundabout،
round about round about يعني الدوار، وآخر كلمة neighborhoods. لاحظوا الجي والاتش ما بنلفظها بنص الكلمة، neighborhoods 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 أحياء، يعني أحياء المدينة أو أحياء القرية جمع حي. طيب تمام، هسه شو اللي راح نعمل إن شاء الله؟ راح نقرأ هاي الليفلت يلي موجودة عندنا هون، فانتبهوا للفظ الصحيح للكلمات. سوق جارة، المقصود فيه سوق جارة. جبل أمانز annual market، جبل أمانز annual market راح أعطيك المعنى كمان شوي. in one of the capital's oldest neighborhoods. أقرأ العبارة هاي مرة أخرى بشكل أسرع. جبل أمانز annual market in one of the capital's oldest neighborhoods. يا ترى ايش المعنى؟ انا راح اترجم بالعربي احكي، انتوا حاولوا تحكوا الكلمه بالعربي قبل ما احكيها انا. اذا نبدا اشوفوا كيف بتترجم من هون. سوق يعني ماركت، سوق، سوق جبل عمان السنوي، وهاي الاس اس الملكيه. اعيد، سوق جبل عمان السنوي في واحد من ماذا؟ أحياء العاصمة الأقدم، يعني أقدم أحياء العاصمة. أوكي، إذا سوق جبل عمان السنوي في واحد من أحياء العاصمة الأقدم، ممكن تحكوا في أقدم أحياء العاصمة، نفس الشيء. نكمل. Come early to avoid traffic. Come early to avoid traffic. تعال مبكرا لي، تو هون بترجمها لي، لتتجنب أزمة السير. تعال مبكرا، ممكن نحكي تعالوا مبكرا لتتجنبوا حركة السير. تعال أو تعالوا، الترجمتين صحيحة. Opening times يعني أوقات الافتتاح، هذا المعنى الحرفي، لكن هو المقصود فيه أوقات العمل. أوقات العمل هيك بالترجمة الأفضل. Fridays 10 a.m. to 10 p.m. إذا أوقات العمل Fridays أيام الجمعة من العاشرة صباحا، a.m. هاي رمز معناته صباحا، to إلى 10 p.m. العاشرة مساء، و p.m. هذا رمز معناته مساء. نكمل آخر شيء. فوزي مالوف ستريت شارع فوزي معلوف، جبل أمان first roundabout. إذا دوار الأول في جبل عمان، أمان جوردن عمان الأردن. الآن المطلوب منكم بعد ما نخلص هذا الفيديو، بدي أعطيكم واجب أنا، بعد ما نخلص هذا الفيديو إن شاء الله، المطلوب منكم تعيدوا قراءة هاي الليفلت. ليفلت يعني ورقة نشرة، تقرأوا هاي الليفلت، وزي ما عملنا إحنا كل ما تقرأوا جملة ترجموها بالعربي. هاي الطريق الأفضل حقيقة لأنكم تحفظوا المعاني، يعني كل ما تنسى معنى تطلع شو معناها، لكن ترجمها ضمن جملة. لما ترجم المعاني ضمن جملة السياق بيساعدك على أنك تستحضر معنى الكلمة. نأتي الآن إلى الأنسرز، إلى الأجوبة، الأسئلة questions، عشان نعمل لهم answers. في عندي أول شيء exercise number one، بحكي لي read this leaflet and answer these questions in pairs. Read this leaflet and answer these questions in pairs. أنا راح أترجم بالعربي، حاولوا ترجموا قبلي. اقرأ هذه النشرة أو الوريقة وجاوب هذه الأسئلة على شكل أزواج، يعني كل طالبين مع بعض، طبعا هذا على أساس أنكم في المدرسة. أوكي، نأتي الآن إلى question A. خلينا نشوف شو أول سؤال، نقرأ السؤال ونفهمه. Why does
The leaflet suggests that visitors should come early. طبعا احنا نحاول نفهم السؤال زي ما حكينا قبل، احنا يعني الفيديوهات بنحاول انها تأسس طالب قوي في اللغة الإنجليزية، مش قصة انه احط لكم الجواب وانقلوا انتم. اوكي، فاحنا بنحاول نفهم، اذا ما فهمنا الصحيح احنا بنكون بنضيع في اوقاتنا. طيب خليني اقرا مره ثانيه. Why does the leaflet suggest that visitors should come early؟ خليني اعطيكم الترجمه. لماذا النشره، طبعا هون does ما لها معنى، ليش؟ لانها اجت بعد اداه سؤال، كثير حكينا هاي المعلومه كثير. لماذا النشره، يعني هاي النشره، تقترح ان الزوار ينبغي أن، إيش معنى come early؟ يأتوا مبكرين. أوكي، ليش يا ترى الليفلت هاي بتقترح أنه الفيزيتورز الزوار لازم come early، يأتوا مبكرين؟ هل تتذكروا ليش؟ أوكي أوكي، هم بيحكوا لنا هون أنه come early to avoid traffic. الطريقة الصحيحة لحل الأسئلة أنه نلاقي الكلمات المفتاحية في السؤال، بعدين نحاول نجد الكلمات المفتاحية وين؟ في النص اللي كنا نقرأ فيه. يعني هون الكلمة المفتاحية come early، يعني أن يأتوا مبكرين، وفي عندي هون come early، فعلى الأغلب الجواب راح يكون قريب من هاي الكلمات. come early، تعالوا مبكرين، to avoid traffic، لتتجنبوا ماذا؟ الأزمة. أوكي، يعني أزمة السير. إذا السؤال ليش تقترح هاي الورقة عشان إنهم يجوا مبكرين؟ الجواب ليتجنبوا أزمة السير. كيف نحكي الجواب الآن؟ A، هاي A. كيف أحكي أنا ليتجنبوا؟ to معناتها لي، to avoid، ليتجنبوا حركة المرور traffic، حركة المرور يعني أو أزمة المرور قصدنا. أوكي، سهل. نأتي إلى B. come، عفوا، how many times a year does the souk jara market take place؟ تعطيكم معلومة، take place مع بعضها، take place معناها يحدث. اوكي، هسه الان take معناتها ياخذ، place مكان، لكن لما يجوا مع بعض take place بيصير لهم معنى اللي هو ياخذ. How many times a year does the souk jara market take place؟ اعطيكم المعنى، كم مرة، كم مرة، how many times، كلهن مع بعض معناتها كم مرة في السنة أو كم مرة سنويا. does ما راح نلفظها لأنها إجت في سؤال، هاي يعني ملتحقة، يعني تابع على أداة السؤال فما بسرجمها. كم مرة سنويا سوق جارة يحدث؟ كم مرة في السنة بيحدث سوق جارة؟ هل تتذكروا شو هي هيك؟ حقيقة هو مش حاطنا بشكل صريح انه يحدث في السنة كذا مرة، لكن هو كاتب لك كلمة annual. هل تعرف ايش يعني annual؟ سنوي. الشيء السنوي يعني بيحدث مرة واحدة في السنة، عشان هيك ايش راح احكي؟ انه يحدث مرة واحدة في السنة، هذا هو الجواب. بس يا ترى كيف احكي انه يحدث مرة واحدة في السنة؟ او بدي احكي سوق جارة يحدث مرة واحدة في السنة. أذكركم يحدث معناتها take place. خلينا نكتب مع بعض. بدي أحكي أول شيء سوق جارة، وهي سوق جارة يحدث، يحدث إيش معنات يحدث؟ قلنا take place، take place مرة واحدة في السنة، one time. وبدل one time ترى على فكرة ممكن نكتب، يعني في كلمة ثانية بتعطي نفس المعنى اللي هي once. once كمان معناتها مرة واحدة على فكرة. إذا سوق جارة take place، بس هنا في مشكلة، take لازم نسويها takes، السبب أنه الفاعل مفرد، فبصير سوق جارة takes place once a year، مرة واحدة سنويا. أوكي، مرة واحدة سنويا، جميل. نأتي إلى C. Do you go to Souk Jara or any other market in Jordan? Do you go to Souk Jara or any other market in Jordan? خلينا نعطي المعنى مع بعض. Do إيش معناها؟ هل، لأنه دائما
كلمة do إذا إجت أول السؤال بكون معناها هل. هل أنت تذهب إلى ترجمة قبلية إلى سوق جارة أو أي سوق آخر في الأردن؟ طبعا كلياتنا بنروح على السوق، فبدي أحكي yes I do، بما أن السؤال بلش بدو فالجواب ينتهي بدو، فراح أحكي نعم أنا أفعل ذلك، يعني أروح على السوق. فأول شيء بحكي yes فاصلة I do نقطة، بس السؤال لسه ما انتهى. What do you do there? What do you do there? المعنى ماذا؟ طبعا do هون ما راح أحاول أترجمها لأنها إجت بعد أداة سؤال فبالتالي ما إلها معنى. ماذا أنت تفعل هناك؟ شو بتسوي هناك في السوق؟ راح أحكي هنا أنا أشتري أشياء. كيف أحكي أنا أشتري أشياء؟ I buy أشياء. إيش معنى أشياء؟ Things. Things. أنا أشتري أشياء هناك. عفوا هيك things. أوكي. أنا أشتري أشياء هناك. ما معنى هناك؟ There. I buy things there. أوكي. نأتي الآن هيك. تمام ممتاز. هسه الآن بالنسبة للتمرين الثاني. التمرين الثاني بيحكي إنه نستمع للكلمات ونعرف معناها. إحنا على كل حال شفنا شو معاني الكلمات. أوكي تمام. بدي أذكركم بواجب قبل ما ننهي هذا الفيديو. الواجب اللي هو قراءة هاي الليفلت الورقة وترجمتها. إذا ما كنتم مشتركين في القناة يا ريت إنكم ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. آخر شيء نحكي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.